مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من أمام الفندق اللي غادي يستقبل بعثة فريق ساندونز الجنوب الإفريقي اللي غادي يقابل أو غادي يواجه فريق الوداد البيضاوي اللي كان انتصر على فريق الترجي التونسي بتونس زوال الأمس، واللي هذا الانتصار اللي خولوا انه يتاهل لنهائي كاس السوبر الافريقي، كاس السوبر الافريقي اللي غادي تكون ديالو الذهاب ديالو غادي يتنظم بالمركب او يتلعب بالمركب الرياضي محمد الخامس يوم الاحد المقبل. اذا استنفار امني بجنبات الفندق اللي غادي يستقبل فريق ساندونز والطاقم التقني المرافق له هنا بوسط مدينه الدار البيضاء. عدد كبير من رجال الامن، مسؤولين امنيين ورجال الامن بالزي الرسمي والمدني هنا لحظات قبل وصول الحافله اللي غادي تقل اللي غادي تنقل الفريق ديال ساندونز الجنوب افريقي الى الفندق. كما كتشوفوا مسؤولين امنيين وعدد من رجال الامن بامام البوابه الرئيسيه ديال الفندق اللي غادي يستقبل فريق ساندونز الجنوب الافريقي، واللي نتمناو ان فريق الوداد البيضاوي ينتصر عليه بحصه ثقيله هنا في المغرب باش يلعب هو مرتاح بجنوب افريقيا. اذا بالنسبه للناس اللي غادي يلتحقوا بنا في هذا المباشر واللي كنبثوه مباشرة على قناة شوف تيفي من مدينة الدار البيضاء، من ضبط من أمام الفندق اللي غادي يستقبل بعثة أو بعثة فريق ساندونز الجنوب إفريقي اللي غادي تواجه فريق الوداد البيضاوي في نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم الأحد المقبل برسم ذهب هذه النهاية. اكيد الاياب غادي تلعب بجنوب افريقيا، نتمنوا بان فريق الوداد البيضاوي ينتصر بحصه ثقيله ويلعب وهو مرتاح بجنوب افريقيا يوم الاربعاء المقبل. اذا شكرا المشاهدين الكرام على طيب المتابعه، اكيد غادي نلتقيو في مباشرين اخر لحظات بعد وصول او لحظه وصول الحافله التي تنقل فريق جنوب افريقي الى هذا الفندق. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشرين آخر.